مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع، احنا معكم مع سيدة القطار. عرفينا بنفسك كده يا استاذة. انا اسمي هناء زكي انجيل من شبين الكوم محافظة المنوفية. تمام، قول لنا ايه اللي حصل النهارده في القطر؟ مش النهارده، امبارح. ايه اللي حصل؟ امبارح انا كنت راجعة من محكمة منوف وبركب القطر بتاع اللي بيتحرك من منوف الساعة 10 وربع الصبح. التذكرة بتاعته اصلا بجنيه لحد شبين، من منوف لشبين، وتذكرة قرية أرجنيه. الصوت معلش. التذكرة قيمتها جنيه. المهم انا كنت قاعده في نص العربيه بتاعت القطر، سمعت زعيق عند باب القطر وصرخه طفله، فانا قلت ممكن يكون حد هو بيركب داس على رجليها، او مثلا الطفله دي مخطوفه او اي حاجه. فريت جري عند باب القطر سال يا جماعه في ايه. عرفت ان في راجل انضرب بالقلم عشان تطويقه. انضرب بالقلم؟ انضرب بالقلم حضرتك عشان تطويقه. ايه اللي حصل ساعتها بقى؟ دي روايه الشهود. ساعتها قبل ما يعني انا بسال يا جماعه ايه اللي حصل، لا ده الراجل ده تذكرته كان قاطع لحد منوف، وممكن الله اعلم يكون راحت عليه نومه مثلا، ما قدرش ينزل من الزحمه، جه في محطه الحموله الكمساري بيقول له تذكرتك، فطلع له تذكره لقى الاخرها منوف. قال له انا عايز منك 21 جنيه، الراجل قال له انا ما معيش فلوس، الراجل ده كان معاه بنت حوالي في ثالثه ابتدائي او رابعه ابتدائي. قال له انا ما معيش فلوس ال 21 جنيه ادفعهم لك. القطر هنا في مقابله قبل كل ده، قبل التصوير. انا هنزل اقطع تذكره بجنيه عشان انا معيش 21 جنيه، يا اما هنزل هنا استنى القطر اللي بعده. قال له لا، قام ماسك فيه. الراجل حاول ان هو ينزل عشان خاطر بنته، لما لقت الزعيق والحاجه قعدت تعيط مسكوا فيه، الراجل ضربوه بالقلم. ما عملوش حساب البنت. ده مين اللي مسك فيه بقى؟ الكمساري اللي ظاهر في الصوره هو اللي ماسك عليه، والتاني الاقرع اللي كان واقف ناحيه الشمال لابس ابيض. مين اللي ضرب بقى؟ اللي ضرب الاقرع التاني. التاني هو الكمساري كان ماسك فيه. حضرتك شفتيه ولا اتحكى لك؟ ما هو كل ده انا هبلغ حضرتك دلوقتي. انا لما رحت قالوا لي الكلام ده كله حصل. كل ده بيحصل ليه؟ عشان خاطر التذكره التطويقه 21 جنيه. انا طبعا قبل ما اطلع الموبايل من جيبي طلعت ال 50 جنيه، قلت له بعد اذنك سيب الراجل ينزل وخد التطويقه اهي. لا انا عايز الفلوس تطلع من جيبه، وماسك في الراجل مش عايز اسيبه. مش عارفه فارق معايا، الله اعلم نيه الكمساري ساعتها كانت ايه بالظبط، يعني الله اعلم نيته. انا عايز الراجل ده يطلع الفلوس من جيبه. طب يا حضرتك بعد اذن حضرتك عشان الطفله اللي بتعيط ومصدومه دي عشان ابوها انضرب قدامها ومنهاره من العياط، خد ال 50 جنيه. ايه كان رده بعد ساعتها؟ لا مش هاخد غير منه. قلت له طب انا هصورك فيديو، هطلع الموبايل واصورك فيديو ان انت رافض تاخد مني الفلوس التطويقه بتاعت الراجل اللي انضرب بالقلم قدام بنته وبنته منهاره من العياط، عشان خاطر انت كده في نيتك حاجه. قال لي اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. طلعت الموبايل وبدات اصوره، وواضح قدامكم في الفيديو ان هو من قريه الحمول لحد شبين، وهو احنا على الفيديو ده تسجيله. طب ما فيش حد من الركاب حاول يتدخل تاني؟ فقبل ما اقوم ما فيش حد اصلا حاول ان هو يتدخل اصلا، غير لما انا قمت وقلت لهم يا جماعه، حتى في بدايه الفيديو شاهدين يا جماعه ما فيش حد حتى رد عليا. ولما لقى الدنيا باظت بقى وانا عماله ازعق، يا راجل خد الفلوس بقى، مش يا راجل بعد اذنك بكل ادب بعد اذنك خد الفلوس، رافض ياخد الفلوس، يقول لازم يطلع الفلوس من جيبه هو. انا شفنا في الفيديو ان في ناس تانية بتحاول تدفع الفلوس برضه قبل ده، بعد ما انا قمت. بعد ما انا قمت وعملت ما استجابش لحد منهم خالص، ما استجابش لاي حد خالص. حتى ظهر في الفيديو الاستاذه، في واحده بطرحه خضراء وفي كذا واحده حاولوا برضه ان هم يدفعوا له فلوس، والناس عطفت بقى في الاخر بقى بعد ما الدنيا باظت خالص، ومسكوا الراجل من حاولنا برضه الناس اللي الراجل حاول ينزل عشان بنته، وصرخت بنته اللي انتم سامعينها في الفيديو اللي قطعت قلوب امهات مصر كلها اللي شافوا الفيديو. برضه متعالي وتنوا ماسكه من طوقه، ماسكه من طوقه جامد جدا علشان ما ينزلش من القطر. الكمساري. طب الراجل اللي لابس ابيض ده تابع شغال ايه؟ هو تابع لي المحصل معايا الله اعلم، انا مش عارفه طبعا. السكه الحديد منزله او مصادر في السكه الحديد قالت انك انت دفعت غرامه 500 جنيه بسبب تعطيلك القطر. انا كل اللي حصل انا ومعايا شهود، كل اللي حصل ان القطر اول ما وقف في محطه شبين نزلت انا واللي معايا، رحنا ودينا الفيديو لعمرو بيه رئيس مباحث نقطه محطه شبين الكوم. تمام. وخدنا بعضنا ومشينا، لان انا ما اقدرش اعمل محضر وانا مش معايا المجني عليه، لان هم الناس نزلوه شنوان. المجني عليه نزل فين؟ نزل شنوان هروبا من ضرب الكمساري فيه ومسكوا فيه. تمام. طب بعد كده حد تواصل معاك عشان تدفع الغرامه دي او كده؟ احكي لنا يعني. حضرتك هم اتصلوا عليا النهارده قالوا لي ان احنا لمينا الفلوس من بعض. مين اللي اتصل بيكي؟
محمد الغزالي اللي هو مدير محطة شبين، وعمرو بيه اللي هو رئيس المباحث نقطة محطة، تواصلوا معايا محطة شبين الكوم ده كله، محطة شبين الكوم ده كله، تواصلوا معايا الاثنين ان انا اروح عشان عمرو بيه عايزني. قلت له عايزني ليه؟ انا مش هاجي لك الا ما اعرف فيه ايه. اما محمد الغزالي كلمني وقال لي اللي هو مدير المحطة، احنا لمينا من بعض ودفعنا الغرامة ان القطر اتعطل. قلت له وانا مالي، ما تحطوا الغرامة دي من الكمساري اللي عطل القطر واهدر المال العام، لانه من محطه الحمول لحد محطه شبين ما لفش ولا على راكب يشوف التذكره بتاعته. انت ما دفعتيش؟ كل همه انا ما دفعتش وما رحتش اصلا، انا ما رحتش اساسا. انا ما رحتش ناحيه المحطه، وهم عندهم كاميرات على المحطه يثبتوا ان انا رحت ودفعت فلوس. حضرتك لما دخلتي ووديتي الفيديو كان معاكي شهود تاني؟ من كان معايا شهود ومعايا ارقامهم لو عايزين تتواصلوا معايا. ما سجلتيش محضر ساعتها ولا بلغتي؟ لا ما سجلتش، لان ما كانش معايا المجني عليه، لان احنا الركاب حاولوا ينزلوه يعني ساعة ما سمعوا صريخ الطفلة وتصميم الكمساري ان هو يعطل القطر. يعني تصميمك ان انت تعطل القطر ايه؟ انا عايز افهم ايه يعني دلوقتي، ايه اللي انت هتستفاده؟ يعني وقت المشكلة وقف القطر؟ بس بعد اذنك، انت ايه ككمساري هتستفاده ان انت تعطل القطر؟ ايه اللي في نيتك؟ يعني انت ايه في نيتك ان انت تعطل القطر؟ انت عايز سمعة السكة الحديد توصل لحد فين؟ يا سيادة الوزير بعد اذنك، كان في حاجة غامضة في الموضوع. انا طلعت ال 50 جنيه قبل ما اطلع الموبايل يمكن ب 10 دقايق، وباين من صوتي ان صوتي اتنبح معاه، يعني باين من صوتي وحرقت صوتي وصرخه الطفله اللي قطعت قلوبنا ان انا طلعت الفلوس. قلت له اتفضل حضرتك خد الفلوس بكل ادب وبكل احترام، يقول لي انا عايز الفلوس تطلع من جيبه هو. متعنت ومتنمر على الراجل ليه؟ انت بينك وبينه ايه؟ هاي انت تعرفه؟ حاجة. انت تعرف الراجل ده؟ طب ممكن نقول ولا هو متعلق مع حضرتك، في مثلا حد تاني قال له اتفضل فلوس؟ في باين في الفيديو ان في كذا حد اتكلم وقال له خد فلوس، وهو مش مستجيب لاي حد، عايز الفلوس من جيب الراجل ده. حضرتك ما عرفتيش الراجل اسمه؟ انا بصراحه انا بلتمس ودوت نداء لمدير امن المنوفيه، سياده مدير امن المنوفيه، انه يتواصل معانا ونعمل سكرين شوت للراجل والسجل المدني يجيب لنا عنوان الراجل ده وبياناته. يعني مش معروف لحد دلوقتي لاي جهه ولا اي حاجه؟ بصراحه لا مش معروف، ده شغل مدير الامن بقى. اللي حركك في القطر هو صراخ البنت ولا الموقف بشكل عام ولا ايه؟ صراخ البنت طبعا، ده استفز يعني، تعاطفت معاه زي اي ام، زي اي ام سمعت صريخ طفله انا قلت دي مخطوفه حد خاطفها. كان باين عليها انها بتعيط. بالتحديد الواقعه كانت في محطه ايه؟ بدايه الواقعه؟ بدايه الواقعه كانت في محطه الحمول، لما الكومساري اكتشف ان الراجل ده المفروض ينزل منوف، وهو اكتشف يعني اكتشف التذكره بتاعته منوف وهو في الحمول، والراجل ما كانش فعلا معاه فلوس. القطر وقف قد ايه في محطه شبين الكوم؟ بالنسبه للقطر وقف قد ايه او ما وقفش قد ايه انا ما اعرفش طبعا، لان انا كل همي ان الفيديو كان يوصل لرئيس المباحث عشان ياخد الكومساري نزل معاه. طيب انا ما اعرفش بصراحه، ما اعرفش هو نزل ولا لا. انا نزلت لان انا كان عندي شغل وراجع من محكمه منوف، كان عندي شغل في محكمه شبين وناس مستنياني، فكل همي ان انا اوصل الفيديو لرئيس المباحث عشان ياخد اجراء، وخدت بعضي ومشيت. طب لما الاهالي ينزلوا الراجل، لكن بالنسبه للقطر وقف إيه قد ايه، بالنسبه للقطر وقف قد ايه او ما وقفش قد ايه، دي حاجه يعلمها بقى مدير محطه القطر. لما نزل الراجل في محطه شنوان الاهالي نزلوه، الاهالي إيه نزلوه؟ الراجل اللي هو الاقرع اللي باين في الفيديو ده اللي ضربه بالقلم نزل وراه بيقولوا، انا ما شفتش بعيني، نزل وراه وحاول يرجع تاني هو وبنته. الاهالي طبعا تعاطفوا مع الراجل جدا، لان البنت منهاره زي ما انت شفتوا صرختها في الفيديو بعد ما ابوها انضرب بالقلم قدامها قبل التسجيل، واتمسك فيه تاني بعد في التسجيل بتاع الفيديو، منهاره جدا، في الناس كلها طبعا متعاطفه ومشوا الراجل وبنته من محطه شنوان، وهو اصلا اكيد مش محطه شنوان. الغرامه يا فندم اللي كان موقع ان هو يدفعها كانت تقريبا قد ايه يعني؟ التذكره من منوف لشبين في القطر بتاع 10 وربع اللي طالع من منوف ده جنيه، انا قطعها بجنيه من منوف لشبين يعني كسل بس هو جنيه. كان طالب منه 21 جنيه والراجل ما كانش معاه الفلوس، قال له انا ما معيش فلوس. انت اكيد هو قال له كده؟ قال له انا ما معيش، قبل التسجيل قال له انا، ما هو انا حضرتك انا طلعت فلوس لما الراجل قال له انا ما معيش فلوس، الراجل الكونسيلي ماسك فيه بطريقه اكنه قاتل حد. يعني هو كان قاطع تذكره بالفعل بس انتهت قبل محطه معينه. يعني هي منوف بعدين الحمول على طول. يعني هو اكتشف في منوف ان هو في الحمول ان هو التذكره بتاعته منوف. لما جه بقى يطالبه بالتذكره لقاها متاخره فطلب الغرامه، صح كده؟ 21 جنيه. حضرتك طلبت تدفعيها، هو رفض، الكمساري رفض. وكذا حد طلب. حضرتك شايفه موقفه ازاي؟ موقف الكمساري؟ الله اعلم بنيته بقى، عايز يعمل ايه في السكه الحديد، وسياده الوزير هو اللي يحقق في الموضوع ده. هو باين في الفيديو ان هو عايز يعطل القطر. الوزاره طلعت واهدر يعني حضرتك انت واخد بالك حضرتك هو اهدر فلوس قد ايه على الدوله وعلى القطر على السكه الحديد؟ ان هو ملف يعني من ساعه القطر ما طلع من حمول لحد شبين ما لفش ولا على ركبه. طب البعض يعني او السكه الحديد الاول نزلت بيان قالت انها فتحت تحقيق في الواقع، انت شايفه الخطوه دي ازاي؟ هو فين التحقيق؟ وبيان الوزاره
فين الراجل اللي جه؟ قال له فتح تحقيق مع كومساري. احنا النهارده فندم ده بيكذبوا بيقولوا ان انا دفعت للفيديو او الخبر اللي هو مطلعينه ده لانه خبر كاذب. بتكذبوا عليا وانا عايشه. طب مش انت هو مش بيان هو مش بيان ده مصادر المصادر المواقع مش بيان رسمي المصادر كمان يا فندم. زميلنا في النقل المواصلات انا ما دفعتش غرامات. هم اتصلوا عليا والمكالمه متسجله معايا يا استاذ يا محمد يا غزالي. مكالمتك انت ورئيس مباحث نقطه تشيبين متسجله معايا المكالمه وانتوا بتقولوا لي عايزينك عشان الناس جمعوا الغرامه وعايزينك تمضي عليها علشان يتقال ان انت اللي دفعت الغرامه. في تحقيق فتح دلوقتي بمصادر اكدت فيه. والله التحقيق بقول لحضرتك ايه بعد اذنك لو سمحت عايزين ياخدوا قرار يجيبوا الراجل ده حقه. ما هو عشان يجيب حق الراجل يعني. سؤال بسيط انت الواقع امبارح كانت الساعه 10 وربع 10 10 وربع اللي بتحرك من منوف حضرتك الفيديو بقى تداول على الفيسبوك من امتى؟ انت اللي رفعتيه ولا لا؟ لا حضرتك مش انا اللي رفعته. طب في حد تاني؟ انا بص لحضرتك بصوا بقى احنا نسيبنا من الكلام الفاضي ده. مين رفعه ومين قلع ومين حط ومين شاله؟ هاتوا حق البنت. اتقوا الله في المصريين ما تكرهوش الناس في البلد. طب رسالة دي طفلة رسالة. دي طفلة حرام عليكم. دي طفلة ابوها ده هو السند والظهر. لما ينهار قدامها يبقى الحياة عندها ملهاش اي لازمة. رسالة فانت توجيها لوزير السكة. رسالة لسيادة الوزير بعد اذنك انا عايزة اشوف بس مباشر. وانت بتبوس على راس درجاء وانت بتبوس على راس الطفلة دي وتقول لها حقك على راس مصر كلها. يعني حقك. والرسالة كمان تانية اتفضل. بستأذن مدير امن المنوفية وبترجاه انه ياخد سكرين شوت لصوره الراجل ويتواصل مع السجل المدني يجيب لي بيانات الراجل يجيب بيانات الراجل ده عشان ياخد اجراء ضد الكونسرت. يعني مفيش حد مثلا ما لما نزل شنوان دي بلده؟ لا مش بلده. بدليله كان عايز ينزل الحمول يا عيني هروبا من ضرب الكونسرت. في اقوال بتقول لنا ان هو كان يعني كان هينزل في منوف بس يعني الاقوال دي مش صحيحه خالص ان هو كان نزل لان القطر اصلا متحرك من منوف. فايه حقيقه الكلام ده؟ لا الحاجات دي بص انا هقول لحضرتك حاجه. انا راكبه القطر بالصدفه. انا المفروض كنت هركب تاكسي وارجع على شبين. يعني انا راكبه القطر الراجل ده لا اعرفه ولا اعرف الكمساري ولا اعرف اي حاجه. هي العاطفه اللي حركتني مش اكتر. عاطفه الامومه مش اي حاجه. طيب والله العظيم انا بجد انا عايزه انهي الفيديو التصوير ده بجمله واحده بس. انا ما كانش في نيتي اصور اصلا ولا اطلع الموبايل. انا كنت عايزه انهي المهزله دي عشان ما نعطلش القطر وما نعطلش الناس اللي راكبه. وانا واحده من الناس كان عندي مصالح في شبين عايزه ارجع لها. الكمساري هو اللي عطل الدنيا كلها لانه ممكن برجاء مني بقول له بعد اذنك خد الفلوس وانهي المشكله المهزله اللي بتحصل دي عشان البنت اللي بتعيط. قال لي الفلوس لازم تطلع من جيب الراجل. لو انهى الموضوع كان الموضوع خلص ورضينا خد الفلوس وخلاص وبصنا راس البنت ورضيناها والموضوع انتهى. لكن ايه اللي في نيه الكمساري ان هو يسيء للوزاره وزاره النقل والمواصلات؟ الله اعلم بنيته ايه. انت المفروض ده الراجل ده تجيبوه تحققوا معاه تشوفوا ايه اللي بيحصل. يعني انت كنت عايز ايه بالظبط؟ الفيديو موضح كل حاجه. انت عايز ايه؟ عايز تمسك الحديد توصل لايه تاني؟ كفايه يعني احنا زي ما قلنا حضرتك قلتي انا ادفع وفي ثلاثه اربعه كمان قالوا ندفع. هو كان مصر عشان ما نعطلش القطر عشان ما نعطلش القطر.